سبيل خالد، ساكن بمدينة تمارا. المهنة متخصص في الإلكترونيات، وبالضبط في لا سيكوريتي إلكترونيك. الفكرة هي كتبدأ من خلال واحد كندير واحد لي بلاك دي ماتريكولاسيون ديال الطوموبيل، كنبدلوهم لي بلاك لورانيين، كنديروا فيهم واحد وكنأجوتي واحد لابوس ار اف اي دي. هذيك لابوس كتكون بحال هي كتولي هي لاكارت ناسيونال ديال الطوموبيل، وفي نفس الوقت ديال السائق. بمعنى دابا من الطوموبيل ملي كدوز مثلا في الفروج، كيكونوا ديريكتور اللي تحت من الارض اللي كيخدموا بواحد لو شون مانيتيك. هذاك لو شون كيكون اكتيفي في لو مومون اللي كيكون الفروج فوف روج، وملي كيكون ديزاكتيفي ملي كيكون لو فوفير. الا داز مثلا في الفوفير كيكون ديزاكتيفي لو شون، صافي دير ان ما كاينش عندنا مشكل، كدوز ترونكيلمون. ولكن الا كان فوروج وجا شي واحد حرقو، هذوك لو شون مانيتيك كيكون اكتيفي، تيقرا ديك لابوس. هذيك لابوس بيان سور عندها واحد النيميرو سيري، وكيصيفطو للداتاباز. كيصيفطو للداتاباز، الداتاباز الدور ديالها هي انها كدير واحد لا كومباريزون ما بين الفيشي اللي ديجا عندها وما بين لي دوني اللي وصلوها. بمعنى اوضح انها كتطلع لك الفيشي ديالك، فيه التصويره، فيه لادريس مثلا، فيه لاكارت ناسيونال، فيه البيرمي، فيه واش مخلص لاسيرونس، واش مخلص الضريبه، واش يعني ما عندكش حتى شي مخالفه سابقه. المهم كتعطيك ريزومي ديال 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 يعني ديال شكون انت وشكون هي ديك الطوموبيل. هاد الشيء شنو كيخول ان يعني كلشي كيولي مثلا كيحترم قانون السير، يعني حتى واحد ما بقى يديباسي داك الخط. في نفس الوقت كيخلي الباساج دو بيتون الناس كيقطعوا ترونكيلمون، وفي نفس الوقت كيولي عندنا واحد النظام في 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 السير. يعني ما كيبقاش عندنا هذه القضيه ديال غندوز نحرق في روج وما عنديش مشكل. ملي كتسجل مخالفه اشنو كيدير؟ ماشي بحال الرادار التقليدي الحالي اللي كاين، كنتسناو المخالفه حتى كتجي للدار عاد كناخذوها عاد نمشيو نخلصوا المخالفه. ان فوا كيديتكتيها، ان فوا كيصيفطها لك في الاس ام اس، يعني كيكون عنده هو الرقم ديالو مسجل في الداتاباس، كيقرا الرقم ديالك وكيصيفط لك المخالفه. كيعطيك مثلا بار اكزومبل حركتي في روج، ونرجعوا للفروج الا حركتي، كيقول لك فروج مثلا بيران زاران مثلا، لا دات فلان فلاني، الساعه الفلان فلانيه، لو مونطون ابي مثلا قدا افون مثلا 15 جو. كيعطيك حتى لو ديلي، يعني كيعطيك لي ديتاي وفي البلاصه، يعني كتوصلك على شكل رساله قصيره. انا مثلا السونتر دو كونترول كنجي غنقول اليوم غادي نخدم لي ليكتور مثلا ديال مثلا ناخذ لي طور ديال طريق السير ما بين الدار البيضاء والرباط، كنقول اليوم غادي نخدم لي ليكتور ديال البوزنيقه وليكتور ديال المحمديه. شنو معنى؟ معناه ان ملي كنخدمهم يعني راه درت رادار بلا ما نمشي نديبلاصا، درت رادار في المحمديه اكتيفيتو، اكتيفيت رادار في بوزنيقه. يعني هنايا كاين ديجا هما فيهم دي كومباراتور دو فيتيس، ملي كتكون فيتيس فايت 120 تي ديتيكتي كي اكتيفي هذوك لي ليكتور قبل ما توصل الموبيل. ملي كتوصل هي كدوز فوق لي ليكتور، ما عرفهمش انهم كاينين تحت الارض. ملي كدوز فوق منهم كيقرا هو لا فيتيس ديالهم، مثلا نقولوا مثلا غادي 140، كياخذ الفيشي كيسجلو هو في الداتاباز، وفي نفس الوقت كيعاود يصيفط لهم اس ام اس كونكو انه راه كان غادي 140 في المحمديه لا دات فلان فلانيه مثلا، الساعه الفلانيه، وخاصو يخلص لو مونطون ابي مثلا واحد 400 درهم افون 15 جو. هذاك لو مونطون غيتقدر مثلا يتاخر عليه وغيتغاضى ما يبغيش يخلصو مثلا. فهاد الحاله اش كنديروا في لي باراج ديال الشرطه ولا ديال الدرك؟ كنكون مثلا الشرطي كيكون عنده غير واحد بيرو وعندو بي سي وعندو ليكتور. هاد ليكتور كيكون بورتابل، صافي دير يحطو حدا البيرو حدا البي سي، وكيبقى الطوموبيلات كيدوزو هو بلا ما يوقف الطوموبيل ويكونتروليها، كيكون بحال ان سكانير. هاد البروجي هو في التكلفه الماديه ديالو هو ما غالي شي، كذلك في التكلفه في التقنيات ديالو، يعني ما كيكلفش واحد الدراسه اللي عميقه باش غادي نقدروا نخرجوا الارض الواقع. هاد البروجي هذا ماشي جديد، البروجي قديم من 2006 وانا خدام عليه. حاولت مرارا وتكرارا باش نوصل الفكره للملك، ما كتب شيء. بالنسبه لي انا اللي كنشوف هاد البروجي هذا هو يعني ماشي غنصلحوا به ثغره في المنظومه ديال السير، ولكن البروجي هو منظومه ديال السير جديده اللي ممكن انها تعمم في المغرب كامل، وممكن انها يعني ممكن ان تصلح لنا بزاف ديال الاغلاط اللي
بسببهم بزاف ديال الناس فقدوا فلدات الأكباد وفقدوا وليدات وفقدوا يعني عائلات. ممكن أن يخلي واحد نظام جديد عندنا في البلاد، غنتعلموا واحد الحاجة سميتها احترام قانون السير، وغادي ما يبقاش عندنا واحد الاسم لولا مش حال دي وانا كنسمعه اللي سميته حرب الطرق.